وسنحاول أن نتعرف على الصورة بشكل أكثر تفصيلا الآن عندما نتحول إلى همام مجاهد، همام من جديد. أحمد، ده كان السؤال ربما الأهم، مساحة التدخل الروسي والضغط الروسي الذي يمكن أن يمارس على الفصائل الفلسطينية من أجل ربما طرح وجهة نظر واحدة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة أو حتى أي موضوع. والتوقيت لافت للغاية مع استقالة حكومة السيد محمد الشتاية، وربما طرح ذلك في هذه الكلمة المسجلة. على أي حال سنطرح كل هذه الأسئلة على الزميل حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية الذي ينضم إلي حاليا من العاصمة الروسية موسكو. حسين، بعد التحية استمعت ربما إلى كلمة لوزير الخارجية الروسي في استهلال لهذا الاجتماع، لهذا اللقاء بين الفصائل الفلسطينية. هذا يأتي تزامن كما قال الزميل أحمد مع استقالة الحكومة الفلسطينية وتسيير أعمال الحكومة الحالية وأيضا العدوان الإسرائيلي على غزة وما حدث من مجزرة صباح اليوم، مجزرة إسرائيلية طبعا في قطاع غزة. وأشار ربما أيضا وزير الخارجية الروسي إلى وساطة بعض الدول من بينها مصر وقطر وفرنسا في إيجاد حل ما يحدث في قطاع غزة، وربما أشار إلى هدنة ربما تتحقق خلال الأيام القادمة. على أي حال، ما شكل هذا الدور الذي يمكن أن تقوم به روسيا فيما يتعلق بالتئام الفصائل الفلسطينية وتقريب وجهات النظر بينها فيما يتعلق بكيفية التعاطي مع ما يحدث في قطاع غزة وأيضا تشكيل الحكومة؟ نعم همام، وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف في مستهل لقائه عدد من الفصائل الفلسطينية أكد لافروف على أن الفصائل الآن الأمر بيدهم والأمر متروك لهم، فلافروف دعاهم إلى ضرورة حل الخلافات الداخلية بينهم وضرورة الاتفاق لكي تتمكن روسيا من لعب الدور الذي أعلنت عنه في بداية الأزمة بين قطاع غزة وبين إسرائيل. لافروف أكد على أن ما يعانيه الآن قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة لم تشهدها أي دولة في العالم خلال السنوات الماضية، وأضاف لافروف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تتحمل هذه المسؤولية نتيجة أن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو عدة مرات في مجلس الأمن الدولي، وخاصة أن روسيا عقب بداية التوتر والأعمال العسكرية في غزة ببضعة أيام طالبت بضرورة وقف إطلاق النار وضرورة إيصال المساعدات إلى المدنيين وإطلاق سراح الرهائن، لكن الولايات المتحدة لم تمرر هذا الطلب أو هذا القرار نتيجة استخدامها حق الفيتو. وأيضا لافروف أكد على أن الولايات المتحدة نتيجة إدارتها الفاشلة هي من أوصلت الأمور إلى ما عليه الآن في الشرق الأوسط. هناك تخوف روسي حقيقي من توسع دائرة الصراع والتوتر في الشرق الأوسط. هناك أيضا مطالبة روسية وأيضا دعوة روسية إلى ضرورة إدخال الدول العربية في اللجنة الرباعية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، وأيضا من ثم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. روسيا تؤكد حسب وجهة نظرها على أنه يجب حل الخلافات بين الفلسطينيين في البداية، ومن ثم يمكن الحديث مع الدول العربية وأيضا مع الدول في العالم وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية لكي يتمكن الفلسطينيين من العيش والحصول على حقوق. طبعا حسين، هذه الاجتماعات سوف تكون مغلقة بين الفصائل الفلسطينية وبين مع من وصفهم سيرجي لافروف بأنهم بعض الفنيين المختصين بالشرق الأوسط وما إلى ذلك، لكن هل رشحت أي معلومات تتعلق بمحاور هذا النقاش الذي سوف يكون بين الفصائل؟ همام، المحادثات مغلقة، هناك منع للإعلاميين من الدخول إلى المحادثات، لكن بعض مصادرنا تحدثت عن أن الساعات الماضية شهدت إيجابيا أو بعض الإيجابيات فيما يخص المحادثات بين الفصائل الفلسطينية. نحن نتحدث عن بداية المحادثات بين الفصائل الفلسطينية برعاية معهد الاستشراق الروسي، وهنا تحديدا يجب أن ننوه إلى أن الخارجية الروسية كانت اتخذت هذه الخطوة عن قصد بإدخال معهد الاستشراق وأن يكون هو الجهة الراعية لهذه المحادثات بين الفصائل الفلسطينية، أولا بأن أعضاء معهد الاستشراق ومدير معهد الاستشراق هم يتكلمون ويجدون اللغة العربية، بالإضافة أيضا إلى أن مدير معهد الاستشراق لديه علاقة أيضا مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالإضافة أيضا إلى أن عدد من
أعضاء إدارة معهد الاستشراق لديهم أيضا علاقة مع الفصائل الفلسطينية، إذن يمكن لهم لعب دور تقريب وجهات النظر بين الفصائل ولعب دور في إمكانية حل الخلافات بين الفصائل الفلسطينية. حتى هذه اللحظة المعلومات الخاصة لنا والمتوفرة لنا على أن المحادثات التي سبقت هذه اللحظة كانت محادثات إيجابية، هناك نوع من الإيجاب بين الفصائل الفلسطينية فيما يخص حل الخلافات. بعض أيضا المصادر تحدثت عن أنه لربما المحادثات بين الفصائل الفلسطينية تستمر حتى يوم السبت المقبل، أي لن تنتهي هذه المحادثات اليوم، يمكن أن تستمر حتى يوم السبت المقبل. ننتظر في حال أصدرت الخارجية الروسية أو أي من الفصائل الفلسطينية أي بيان رسمي يمكن الاعتماد عليه. شكرا جزيلا زميل حسين مشيك مراسل القناة الإخبارية من موسكو على كل هذه المعلومات.